كريم عبد السلام عودة وإعادة إثارة الموضوع في هذا التوقيت بالذات، تصريحات الاستفزازية لشخصيات في شريط وثائقي توليت مهام في وقت من الأوقات، صلب مؤسسات الكيان الصهيوني، وكأن هناك نوع من المقاربة الاستفزازية لتطرح عديد التساؤلات حول ملف الشهيد محمد الزواري. علاش عودة إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت بالذات من الناحية السياسية؟ واليوم كيفاش نجم نقيم التعاطي الرسمي التونسي مع هذا الملف ضد اعتداء غاشم طال السيادة الوطنية وتم من خلاله اغتيال واحد من خيرة أبناء تونس؟ طبعا هذا الاعتراف ما هوش مسقط من فراغات، وانما جاء في سياقات سياسية، تقريبا استحقاقات سياسية داخلية إسرائيلية نتيجة الانتخابات الأخيرة، وإقليمية يعني في المنطقة وما يحدث في المنطقة ودولية، طبعا عند الانعكاس بشكل مباشر على وضعنا باعتبار مرتبطين ارتباط عضوي بهذه القضية. هذه الاعترافات مع سقوط يعني تقريب وتراجع الليكود الإسرائيلي الذي يرأسه نتنياهو والذي تحصل على 31 مقعد تقريبا، وعاجز إلى حد الآن على أنه يعمل حكومة ويؤلف حكومة، وعنده منافس آخر اللي هو الحزب الجديد الأبيض والأزرق الإسرائيلي. واليوم هناك استعراض عن الرسالة، عندها عدة أبعاد على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. على المستوى الداخلي باعتبار أنه كما يعتبر من أكبر إنجازات نتنياهو الذي اليوم يعني تطاله قضايا الفساد في مستوى الداخل الإسرائيلي ومهدد بمحاكمة وتراجع كتلته السياسية داخل الكنيسة الإسرائيلي. اليوم هذه المؤسسات الرسمية التي عملت مع نتنياهو تريد أن تسوق لإنجازاتها ونجاحتها ضمن 10 سنوات من الحكم لحكومة نتنياهو، تعتبر القفزة النوعية اللي أشارتها أنه اغتيال محمد الزواري. وممكن جدا تحتمل وجه آخر أن المؤسسات الرسمية الأمنية تسوق لنفسها من جديد باعتبار أنه هناك سياقات إقليمية تتغير، باعتبار أنه هناك يعني تراجع محور المقاومة أو محور الممانعة في قضايا داخلية اللي هو أساس ارتكاز وحزب الله وإيران. اليوم ثم حراك كبير في بيروت، في لبنان، في كل لبنان، في العراق، في إيران نفسها. اليوم يعني سيغرقون في مشاكلهم الخاصة والمحلية أكثر من مسألة مجابهة إسرائيل. اليوم في هذا الكل ينعكس علينا بشكل مباشر، إضافة إلى أنه تصريح الرئيس يعني في خطاب الرسمي لتوليه رئاسة الجمهورية كان يعني خطابه كان واضح في استعماله يعني ألفاظ تعتقد إسرائيل أنها تجاوزتها منذ أكثر من 45 سنة. مسألة خيانة عظمى هي تصنيف تقريبا حرب 67 وتعامل مع الكيان في حالة حرب الكيان الإسرائيلي مع الدول العربية متفرقة أو مجتمعة، وقد تجاوزتها تعتقد إسرائيل أنها تجاوزتها في مرحلة 78 في مرحلة الاتفاق السلام اللي ما بين مصر وما بين الكيان الإسرائيلي، ثم جاوزتها في مرحلة تعاون إلى اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين، ثم الآن في مرحلة شراكة اللي هي صفقة القرن. يأتي الخطاب التونسي الرسمي يعني يعمل انتكاسة بالنسبة لهم إلى 40 سنة أو أكثر من 40 سنة، ويصنف هذا الكيان اللي يقترح راحه شريك استراتيجي إلى عدو وخير عظمى. ونعتقد هذا رد غير رسمي من الكيانات السياسية الإسرائيلية للرئيس باعتبار أنه إثارة قضية إلى حد الآن مآلها غير واضح، وعاجز الجهاز القضائي والأمني التونسي في وجود رواية متماسكة أو على الأقل وأوجه اتهام، بل سعى الكيان والفعل الإسرائيلي إلى تحديد تشخيص القضية وأعطى استحقاقاتها. واحنا اليوم الى حد الان عاجزين، احنا ما نعرفوش اليوم اللحظه هذه من متعهد، القاضي المتعهد بالوهم يعرف واحد قضيه ممكن مقالها ماشي نحو الحفظ او ماشي نحو نسبها لمجهول. وهو رد واعتبار رساله زاده ضمنيه لشبكه عملائهم اللي قالوا الموجودين في تونس واللي هم قالوا واعترفوا في هذا التقرير انه هناك يعني شبكات كامله تعاونت. ونعرفوا احنا اي عمليه من نوع هذا تتطلب خمسه مراحل، مرحله المتابعه والتقصي، ثم مرحلة التمويل، ثم مرحلة التنفيذ، ثم مرحلة الإعداد اللوجستي، ثم مرحلة التنفيذ، ثم تخطيط الهروب. 5 مراحل، احنا معنا حتى أثر على كل مرحلة، هذا استحالة. ثم تنفيذ العملية داخل التراب التونسي هي يعني اختيار من ضمن أماكن أخرى اقترحت، يعني كان يتنقل الشهيد بين ماليزيا وتركيا ولا بيروت، لماذا في تونس؟ لأن هناك الضمانات الأمنية الأكثر
لتغطيه العمليه هي السي قطونسي. يعني بالضرير القصوى باش نحكيوا على شبكه متينه وقويه وقادره على تغطيه العمليه. في المقابل نلقاو احنا اليوم محل كسر، الى حد الان لم نستطع الى الوصول الى روايه واضحه. بل اليوم يعني بل انه في بعض الاحيان يتحدث على هذا الموضوع يقصد عام من طرف الجهاز الامني في تونس. بمعنى يعني الموضوع هذا تابو اليوم عند الاجهزه الرسميه في تونس، ما لازمش نحكيوا فيه، ما لازمش نطرحوا، ما لازمش نطرحوا تساؤلات حول مواطن حول مآل القضيه تم استهدافه على اراضي تونسيه. خلينا بعد التعاطف الكبير يعني، والشعب التونسي يعني معروف بلحظاته المشحونه فقط يعني مش متابعه، بعد الكيانات الوطنيه الكبرى الاتحاد التونسي للشغل، الهيئة الوطنية للمحامين، يعني الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، يعني شكلت وتتعاطفت وتضامنت وندت، ولكن شكون يتبع في المآل اليوم؟ اليوم يعني ما يعرفوش حتى القاضي من القاضي المتعاطف في قطب الإرهاب، من هو القاضي المتعاطف بهذه القضية؟ اليوم عائلته إلى حد الآن تعاني من بعض الإشكاليات. باستثناء طبعا التجاذب اللي صار في مساله الدفاع، يعني بعض المحامين اللي مروا على مر الكرام لاستحقاقاتهم السياسيه او اعاده رجوعهم اثر بالقضيه كذلك. اليوم يعني شنو مآلها؟ يعني تقريبا المتهمين وجهه نظرهم. هيئه الدفاع عن الشهيد محمد زويري تتحمل جزء من هذه المسؤوليه؟ والله توا كريم عبد السلام انهم الهيئه، يعني عندنا زوز هيئات، ثم هيئه مكلفتها عائلته واللي هي موجوده في سويخ، ثم هيئه اخرى يعني كلفتها زوجه الشهيد، واللي هما يعني قاعدين في تجاذب ما بين الهيئتين. هاو معنا واحد من المحامين من هيئه الدفاع عن الشهيد محمد الزويري، الاستاذ وجدي العايدي، للحديث حول هذا الموضوع اكثر توضيحات. استاذ وجدي مرحبا. مرحبا بكم، مرحبا وسيد المستمعين إذاعة الديوان، مرحبا بك. أكيد كنت تستمع لكلام كريم عبد السلام الناشط الحقوقي، يقول لك اليوم فما برشا التباسات، فما غموض، ماناش فاهمين علاش القضية هذه اليوم ما فماش إيضاحات تقدم للرأي العام، من يعطل مسار هذه القضية، وين وصلت هذه القضية، خاصة وأنه فما منحة استفزازي اليوم للدولة التونسية، للشعب التونسي في علاقة بمواطن تونسي تم اغتياله على الأراضي التونسية. والله الكلام ياسر، ما معناتها الانسان يحاول انه باش يقتصر ويعطي المفيد. انا مش نتكلم بصفتي كمنسق لهيئه الدفاع كما كان يحكي سي كريم، معناتها كوننا لجنه على المستوى الجهوي فيها رئيس الفرع وبعض اعضاء الفرع والمتكلم العبد لله، معناتها الى جانب الهيئه هذه اللي متكفله بكل ما يتعلق بالملف هذايا على المستوى الجهوي، تعهدت الهيئه الوطنيه في وقت من الاوقات ببيان خرج بعد الاغتيال مباشره بانه راهو الهيئه متبنيه هذا الموضوع. يعني عندنا الهيئه الوطنيه متبنيه الموضوع، عندنا هيئه جهويه كيف يعني برئاسه الأستاذ حاتم المزي، واللي يعني الآن هو مسؤول في الهيئة الوطنية للمحامين. يعني الإشكالات متعدة، نقولوا الملف معقد، ياخذ وقت أكيد، لكن ياخذ وقت للدرجة هذه، لدرجة أنه ما عرفناش في وقت من الأوقات شكون المخاطب متاعنا، لدرجة أنه في لحظة من اللحظات دخلت فيها معطيات حتى في الدفاع نفسه وتجاذبات، لكن خلينا نكونوا مهنيين 100%. الموضوع فيه اكيد شق قانوني، مش نتكلم على الشق السياسي هذا مثلا انا نتجاوزها، نقول انه الانطباع اللي خرجنا به، اللي خرجت به انا شخصيا وعائله الشهيد محمد زويري، هو انه الدم التونسي ما ينجمش يكون هين بالدرجه هذه، لا علينا احنا كلسان دفاع، لا على عائله الشهيد، لا على الدوله ولا الحكومات التونسيه المتعاقبه. الاشكاليات هو انه الملف هذا تخدم بدرجه بحرفيه كبيره اكيد من الفرق المختصه، يعني اعوان عشرات الى ما نقولش معناتها اكثر من 40 عون خدموا على الملف هذا، تسجيلات ملفات يعني ضخمه تكتب فيه اكيد الكثير وتحرف فيه الكثير، ومن الجانب المهني الملف اخذ حقه ايه، لكن وقت اللي نوصلوا للطور التحقيقي القاضي المتعهد عميد قضاة التحقيق في وقت من الأوقات ما قصرش، يعني استدعى المعنيين بالموضوع هذايا، والدة الشهيد، شقيق الشهيد، زوجة الشهيد، واستمع لهم بوصفهم قايمين بالحق الشخصي، سجلنا القيام بالحق الشخصي، ولينا طرف في هذا الملف، تقدم الملف، ثم برقيات جلب دولية في
أسماء أشخاص ثم معطيات يبدو أن في وقت شكون هم الأشخاص هذوما أستاذ؟ خلينا نوضحوا لأنه الناس تتسأل اليوم شكون الجهات المتهمة في هذه القضية، شنو هي جنسياتهم، برقيات الجلب وين وصلت؟ شو تطور تحقيق ما نجمش نعطيك بالديتاي، ما نعطيك في العموميات لأنه ثم سرية التحقيق. احنا نحترموا القانون ونامنوا بأنه القضاء متعهد. طولت يا أستاذ سرية التحقيق، طولت اليوم فما مطلب شعبي لكشف الحقيقة في هذا الملف. هذا الإشكال إنما كما قلت لك مانيش نتكلم عليه في شقه الآخر، لكن هذا مواطن تونسي وهذا دم تونسي، يعني أزهقت روحه أمام محل سكنه بأيادي متأكدين أني أجنبية، بأيادي محترفين، بأيادي يعني عندها صلة مباشرة بالقضية الفلسطينية. التحري كان موجود، المعلومات أكيد راهي موجودة. الغريب في الملف هو أنه الخدمة اللي تخدمت من طرف باحث البداية وهما ناس مختصين وعيننا يعني مباشرة بجدية الأبحاث، ما نلقاو حتى أثر في الملف. طلبنا أعطينا بالضبط الأعمال هذه الكل، شنية الاستنتاجات، التقارير الفنية، التقارير الأمنية، الأبحاث يعني في جانبها الفني. يا أستاذ خليني أكون مباشر معاك نظرا لضيق الوقت، اليوم هل توجهون رسميا أصابع الاتهام للموساد الإسرائيلي بالتورط في هذه العملية بعد كل هذه الأشرطة الوثائقية والتصريحات والمعطيات؟ يعني اثنين، هل فعلا هناك تواطؤ تونسي من قبل أجهزة أمنية أو قضائية أو شيء من هذا القبيل قاعد يعطل في الكشف الحقيقة اليوم، وتم التسبب بشكل أو بآخر في تسهيل عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري؟ خلينا نكون واضحين مع الرأي العام. هذه جينا من القضاء، أنا لسان دفاع نوجه شكوكي على القضاء الجالس والواقف على الأقل الآن هو أنه يجيب على هذه الأسئلة. يعني الغموض مازال. أنا نتكلم حتى في حوايج بسيطة، يعني نتعاملوا مع الملف يا أخي، عندنا معدات، عندنا أشياء خاصة بالشهيد، العائلة تحب تسترجعها رجعنا، هذه يعطينا النتيجة نتاع الاختبارات الفنية اللي قمت بها، تسجيلات عرضوا يعني السلطات الأمنية عرضوا البعض منها، لكن أعطينا الاستنتاجات فين وصلتوا، أعطينا بعض الأسماء اللي طرحتها لأنه الناس هذوما دخلوا تونس وخرجوا بدون علم، تقدمت وثيقة في وقت من الأوقات على معطيات تتعلق بصحافي جاء صور قدام دار الشهيد، هل أنه هذا عنده علاقة بالجريمة؟ يعني أسئلة عديدة نستناو القضاء باش يجاوب فيها. احنا ماناش مش نفرطوا في حق الشهيد ولا عائلة الشهيد، أكيد أصدقائه وعائلته والناس اللي تامن بال كما قلوها بما قام به وبما حصل له، أنه لابد أنه تكشف الحقيقة على كل المعطيات اللي تحب بالملف. راهو مانيش باش نتلازلوا، مانيش باش نعطيه ربما إجابات سياسية لأنه احنا نتعامل مع الموضوع. الملف فيه بعض سياسي أستاذ أيضا، ما نجموش ننفيه هذا ونفصله هذا عن ذاك. لا ما شوف، هذه بالنسبة للمتابعين وبالنسبة أنا نتكلم على مستوى الدفاع وعلى مستوى الملف قضائيا. يعني خذا وقته، لابد أنه نجيب على بعض الأسئلة، لابد أن نحسم في بعض الإشكالات، لابد أنه نوضح الرؤية. شنية رسالتكم لرئيس الجمهورية قيس سعيد في علاقة بهذا الملف بالذات، وهو الذي يرفع شعار الخيانة العظمى في علاقة بمسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ احنا بصدد تكوين يعني لجنة، خلينا نقول لجنة، الموضوع اكيد فيه بعد قضائي، فيه كما ذكرت سيادتك بعد سياسي اكيد، لكن احنا مش نقدموا التماس للسيد رئيس الجمهورية انه هو باش يتبنى هذا الموضوع، يتبناه سياسيين اكيد، وهذا لا يقلل من قناعتنا باستقلال القضاء وبانه القضاء وقبله السلطات الامنية قاموا بما يلزم، لكن لابد من يعني التقاطعات ما بين الإداري والأمني والقضائي أنه يعطينا نتائج، ولابد أنه النتائج هذوما نبنيه عليهم. والملف هذايا أنا كما قلت قبل وكما نجدد قولي، عندنا ثقة في القضاء التونسي وعندنا ثقة في أنه. قديش عدد الموقوفين في القضية هذه أستاذ؟ نعم، قديش عدد الموقوفين في القضية هذه؟ لا كلهم كانوا موقوفين، كان يعني عدد لا بأس به موقوف، وبعد سرحوا كلهم راو. حتى الصحفية المتهمة في هذه القضية تم إطلاق صراحة؟ لا سرحت يعني خذت يعني قرار بصراحة منذ زمان. يعني والزوز أشخاص المتهمين بتنفيذ العملية وأنهم دخلوا للتراب التونسي، شنية جنسيتهم اليوم، وينهم هم؟
شوف الجنسية لا تهم بقدر ما يهم هاي. أنه هذا أجانب تأكد دخولهم للتراب التونسي وخروجهم منه عبر المطار ما عبر الموانئ عبر مثل دخلوا آمنين خرجوا آمنين ومش الثنية اللي جاءوا منها رجعوا منها يعني هذه المعطيات كل موجودة في ملف منين دخلوا يا أستاذ منين دخلوا دخلوا من مطار تونس قرطاج شوف الملابسات هذه الكل الملابسات هذه الكل الاستنتاجات والتقاطعات والاحكام هذه بيد القضاء لانه الامن بصراحه قانونيا وقضائيا اليوم في ملف القضيه هذه استاذ عندكم شكوك حول وجود تواطؤ تونسي تونسي تسبب في اغتيال محمد الزواري قد يكون الاستنتاجات هذه يبنيها القضاء احنا ما نواجه تهمتنا لحتى طرف متاكدين انه يد غدر يعني اجنبيه هي اللي اخذت القرار وهي اللي نفذت واضح. اللي المطلوب هو انه اذا كان ثم التباسات وثم اطراف سهلت او اطراف يعني شاركت القى مهمة القضاء واضح وحتى واضح, واضح. شكرا لك استاذ وجدي العايدي عن هيئة الدفاع عن الشهيد محمد الزواري عن كل هذه الافادات والتوضيحات وان شاء الله التماسك ودعوتك لرئيس الجمهورية بتبني هذا الملف سياسيا تكون وصلت لانه المسألة تتعلق بالسيادة الوطنية بحرمة التراب التونسي راه موضوع مش سهل وماهوش هين كريم عبد السلام طبعا القضية تتجاوز بغض النظر على خلفيتها على أساس أنه عندها ارتباط بالمقاومة الفلسطينية وبالقضية الأم اللي ترتبط ارتباط وثيق بمشاعر كل المواطنين العرب نحكيه على اعتداء على تونسي كما قال أستاذ على اعتداء على تونسي خلينا من الخلفيات الكل نحكيه على الأصل القانوني والالتزام الأخلاقي والمادي والقانوني اللي يلزم الدولة أنه تحمي وطنها داخل أرضه اليوم هذا يغتيل بأبشع طريقة قدام منزله وبأيدي خارجية يعني احنا بلاد غير مسيش كما قال أستاذ صافي سعيد هذا ما نحكيش بدون اتهامات هذا في حد ذاته يستوجب العقوبة كثير لما الأستاذ يقولك نعم عندنا شكوك حول إمكانية ظلوع أطراف تونسية وتواطؤ أطراف تونسية في هذا الملف وإن كان هو نتفهم تحفظ يقولك هذا شأن قضائي نستناول القضاء شو مش يقول أكثر من هذا نقولك أنا الالتزام مجرد السهو والتغاضي وهذا التساهل في اختراقنا هذا يتطلب رؤوس هذا من ناحية المنطقية المعقولة باش نحكي يقولك أي عملية كما قلت لك وقع اختيار الاغتيال في تونس لتأمين أكبر عدد ممكن أو نسبة المخاطر تجاوز نسبة المخاطر بنسبة أعلى بالتالي بالضرورة القصوى هناك تواطؤ على خمسة مستويات على مستوى الرصد على مستوى التمويل على مستوى اللوجستي على مستوى التأمين العملية على مستوى تأمين الهروب واضح رجع لك كريم عبد السلام بعد قليل النشط الحقوقي معنا الآن بالهاتف رضوان الزواري شقيق الشهيد محمد الزواري سي رضوان مرحبا بك مرحبا بكم عايشك مرحبا بكم مرة أخرى نرجع للحديث حول الموضوع وكأنه هناك من يريد قبر هذا الملف وكأنه هناك من يريد دفن هذا الملف والحال وأنه ملف على غاية من الأهمية مش لدى المواطنين في ولاية صفاقس فحسب بل هي قضية وطنية وقضية قومية اليوم معناها الناس الكل تتساءل عن مصير هذه القضية كعائلة شهيد انتم اليوم باش تطالبوا شنو موقفكم من مسار القضية إلى حد الآن سي رضوان احنا نحب نبينوا اللي وقع تقاسم الادوار بين الاجهزه الامنيه والقضاء مما ساهم في طمس القضيه هناك تعطيل وتجاهل من ناحيه القضاء لملف القضيه هناك ملازمه من السيد عبد الرحمن الحاج علي الصمت خاصه وان الامر يتعلق بجريمه خيانه عظمى احنا كل محاوله احنا نستنكر بشده يعني عمل الهيئه الدفاع كسوا بالشاقس ولا بتونس اللي ما قامت بحتى خطوه بالعكس احنا كعائله قمنا بخطوات يعني وصلتنا معلومات اللي هذه السيدة إليش كوهين هي اللي خططت العملية هذه وحتى يعني أحد زملاء الشهيد يعني وصل قدم به قضية مدير العام الأمن الوطني ويعني شوف كيفاش باش عدوا له قضية باش رجع منه له 4 شهور يعني كان باش يحكم عليه 6 شهور حبس يعني هناك تستر هناك 10 من التونسيين متهمين بالإرهاب وتبييض الأموال وتوفير أسلحة للجونات تم إطلاق سراحهم جميعا وهذوما يقوموا بتهديدات بالعائلة يعني كيفاش القاضي يتهم 10 تونسيين بالإرهاب وتبييض الأموال وبعد يسيبهم ثاني حاجة يعني وقت بينا لأوليس كوهين هذه هي قامت بالتنسيق في عملية الاغتيال
قاموا يتجراوا يعني مدير المخابرات ومدير العام الأمن الوطني وقاضي قطب الإرهاب، وقاموا بندوة صحفية واتهموا فيها هذوم الزوز أجانب. حتى الزوز أجانب هذوم كي مسكوهم السلطات يعني وزارة الخارجية التونسية لم تتقدم بأي طلب لتسلم الجنات هذوم. يعني اليوم فما يعني تواطؤ رسمي سي رضوان الزواري لطمس معالم هذه الجريمة وهذه القضية، ابتداء تواطؤ رسمي ابتداء من هروب يعني الجنات يعني تم فسح المجال ليهم باش ينجموا يهربوا. محمد الزويري اللي كان ملقى في السياره نتاعو 4 ساعات والاجهزه الامنيه عاوزت تتبع الجنات ليه هي تكمل في المسرحيه وتهز في اغراض الشهيد وابحاث. عندكم معطيات كيفاش دخلوا كيفاش خرجوا لتونس الجنات هذوما سي رضوان؟ في التقرير الاولاني على الاول مشى به البحث يعني تقدم بكيفيه باهيه، لكن تو كبيره يعني تو كي تمشي المكتب 23 بقطب الارهاب ما تلقى فيه حتى واحد، لا قاضي لا وثائق، كل شيء غبروا، كل اي حوايج غبرت في القضيه. شنو وضعيتكم كعائله الشهيد اليوم؟ حياتكم كيفاش اصبحت بعد اغتيال الشهيد محمد الزواري؟ زوجته ايضا شنو وضعها الان؟ ونعرفوا هي من جنسيه اجنبيه. احنا كعائلة الشهيد او كربي يعرف يعني الكرم اللي شفناه من الدول العربية والاسلامية يعني عديد الدول يعني مشينا مستقبلونا رؤساء الدول تكرمنا يعني كرم يعني ما يتقدرش بحد شيء. يعني اللوم كل اللوم على الدولة التونسية يعني الى هذه اللحظات يعني كيفاش تقبر قضية كما هذه باش تتستر على جنات وعلى يعني اصحاب نفوس في البلاد هذه. عندكم معطيات تنجم تفيد القضية اليوم؟ تحصلتوا على معطيات؟ معطيات انه إليس كوهين هذه هي كي دخلت لتونس يعني علمنا السلطات الامنيه بان إليس كوهين اللي فيها بطاقه جلب دوليه وكان اعلن ذلك سفيان السليتي. بالعكس يعني ما خذاوش كلامنا حتى واحد لسمع كلامنا ولا تم حتى، بالعكس باتت في جربه، باتت في سوسه، باتت في الحمامات بعيده 100 متر عن وزاره الداخليه وخرجت امنه. يعني بالعكس انا قلت لك كي عملنا الشيء هذايا شوف شو وقع، يعني بعثوا 4 سيارات امنيه باش قبضوا على هذا الزميل الشهيد يعني ولفقوا له تهمه. واضح. كل الشكر ليك سي رضوان الزواري شقيق الشهيد محمد الزواري، واحنا في انتظار وانه سي سفيان السليتي الناطق الرسمي باسم قطب مكافحه الارهاب وايضا باسم المحكمه الابتدائيه بتونس واحد وانه يعطينا توضيحات في علاقه بهذا الملف، لانه الدوله اليوم يلزمها بشكل رسمي توضح للراي العام حقيقه هذا الملف اللي هو مش ملف هين ومش ملف ربما ينجم يمر مرور الكرام. كريم عبد السلام اليوم انت من الناس اللي اثاروا القضيه هذه، اليوم مازلت تدافع وتتبنى في القضيه هذه لانه فما جانب شخصي وانساني يجمعك بالشهيد محمد الزواري بالاضافه لموقفك المبدئي من القضيه الفلسطينيه ودعم المقاومه الفلسطينيه. اليوم شنو تقول في علاقه بهذا الملف؟ بشنو تطالب؟ كيفاش ترى افق هذا الملف وهذه القضيه؟ الملف عنده زوز مسارات، ثم المسار القانوني القضائي اللي تحدث عليه رضوان وحقهم كعائلة يعني ونتضامن معاهم ونتمسك بمطالب الكل اللي أددها. يعني قصدية قبر الملف أو تتويهه في الواحد هذه قصدية يحكي عليها رضوان بكل وضوح. وعنده مسار آخر سياسي، نعتقد أنه رئيس الجمهورية خطابه المزلزل ولا يستعمل في عبارات كما قلت لك تقريبا لم تستعمل منذ 40 أو ما يزيد من 40 سنة. أو لو أحرم التزامه الأخلاقي لخطابه اللي هو التزام الأخلاقي وتحدث على الأمانات أنه يكون يعني متوائم مع نفسه ومع قسمه ومع خطابه ورسالته السياسية أنه الملف هذا يتقدم فيه. ما نشتربين بمواجهة مع إسرائيل مباشرة ولا قدراتنا نحكي ما نفذ بين ظهرانينا ما نفذ من اعتداء واستعراض وتسوق له حاليا حكومة ليكود والأجهزة الرسمية تلت 10 سنوات حكومة ليكود ما تسوق له من إنجازات عظمى قدمتها اغتيال محمد الزواري في تونس في أرض غير مسيجة. نعتقد أنه السهو والغفال يطلب العقوبة فما بالك بالتواطؤ. اليوم 10 متهمين في حال صراح بعد ما وجهت لهم يعني وقفت أتبع الله أعلم شو اللي صار بالضبط، يعني 10 بتوفير الأسلحة وتوفير المال وتوفير المعدات اللوجستية، تقول لي حسن النية والسهو وغيره، يعني أنا نعتقد، أنا بقول لك أكثر منك أنه الكيان الإسرائيلي في هذه اللحظة يعطي رسائل لشبكاته داخل تونس بأنه اطمأنوا بعد الخطاب الأخير مجرد خطاب تسويقي. لكن الأصل هذا
هذا من المسؤولية الأخلاقية السياسية والقسم اللي أديها رئيس الجمهورية والتعاطي مع هذا الموضوع بشكل مباشر. القضية كما قلت لك القضية لدى القضاء والرجاء, يعني القضاء يعني ما يتوهنيش في 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 سلسلة الإجراءات وإلى حد الآن الاختبارات اللي قامت بها. شو اللي خلاك تقول الساعة كريم عبد السلام تقول كل من يفتح هذا الملف يلقى روحه يبحث في العوينة؟ طبعا يعني أخيرا زميل الشهيد تحدث على واحد تحكم أخيرا واتهموه بأنه يتهم في وزارة الخارجية بالتواطؤ بالداخلية بالتواطؤ يعني, وحكم بأربعة أربعة يعني إحنا بعد البلاتو هذا ينجموا عايتونا احتمال عايتونا بتعكير مزاج العام. يعني إشكالية حقيقية اليوم, يعني قضايا وكل ما تعرف كل المسألة الثانية الأخلاقية نتوجه بها إلى المنظمات الوطنية اللي ساندت ولي واحد. كفينا من الاحتفالات الفولكلورية كل ذكرى شهيد نحتفله, أعطينا وقفة حقيقية, ننسيه أحداثيات القضية على المستوى القومي ككائن تونسي مواطن تونسي عنده استحقاقات أمام هذه الدولة أنه يقتل ويغتال أمام منزله بأيادي أجنبية وتستعرض علينا اليوم هذا الإنجاز الكبير 13 سنوات من حكومة الليكود. هذا عار في حقنا كتونسيين كدولة تونسية إلى حد الآن نعتقد أنه ما صارش في حتى دولة, حتى اغتيال المبحوح أو اغتيال الأخرى اعتذرت, أو محاولة اغتيال خالد مشعل كل اعتذرت وصار فيها تسويق. احنا يعني أصبحنا في إشكال أكثر, غطينا القضية واليوم صفيوا فيها وما قالها يا الحفظ يا ما قال ذات مجهول. واضح. كل الشكر لي كريم عبد السلام الناشط الحقوقي. احنا هذا واجبنا نفتح الملف. احنا مبدئيا متبنين القضية الفلسطينية ولا نخفي هذا. احنا أيضا نبحث عن الحقيقة كما عائلة الشهيد تبحث عن الحقيقة لأنه المسألة سيادية, وإذا كان يحبوا يعيطونا للبحث والتحقيق في الأجهزة القضائية والأمنية مرحبا بهم. احنا في نهاية الأمر سلطة مستقلة نقوم بدورنا, لأنه فعلا اليوم فما تساؤلات كبرى وشكوك كبرى في علاقة بالتعاطي الرسمي لأجهزة الدولة التونسية القضائية والأمنية والسياسية التنفيذية مع هذا الملف. ومن العار أنه يصير صمت بهذه الطريقة على مواطن تونسي بقطع النظر على انتماءاته وأفكاره وإيديولوجيته, أنه يتم اغتياله بتلك الطريقة البشعة في مقر السكنة في ولاية صفاقس أمام مقر السكنة. هذا يخلينا إلا وأنه احنا نطالب بالحقيقة, وهذا موقف مبدئي لن نتخلى عنها. كنكون وصلنا لختيمة هذا العدد من برنامج هنا تونس. غدوة يجدد الموعد كالعادة بداية من نص نهار محمد اليوسفي وكامل الفريق يسلم عليكم ويقول لكم إن شاء الله تونس.